مشاهدينا، ولازلنا مع حضراتكم في جمعية رسالة، وهذه الجولة المخصصة النهاردة لذوي الهمم. زي كل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيهتموا كثيرا بهذا الشأن. تعالوا نشوف بقى التطور اللي حصل، نتعرف على مدام رضا وتجربتها وتجربتها مع بنتها هنا في جمعية رسالة. ازيك يا مدام رضا؟ الحمد لله بخير. احكي لنا بقى ايه تجربتك بالظبط؟ هي بصراحة ما كانتش بتعرف أي حاجة خالص، يعني جايباها هنا كانت يا دوبك بتقول كلمات بسيطة جدا. اسمها ايه بنطق؟ سعاد محمد دخلوها تنمية مهارات، تقدمت كتير ودلوقتي بتمسك القلم وتكتب. دخلت علاج طبيعي، بقت الحمد لله بتمشي. دخلت تخاطب، بقت الحمد لله بتتكلم وبتقول جمل. دخلت وظيفي، بقت برضو الحمد لله يعني الأنامل بتاعتها بقت أحسن كتير. ودخلت نفسي حركي، بقت الحمد لله يعني في تقدم ليها بالنسبة ليها كتير جدا جدا. يعني هنا بصراحة مهتمين بيهم جدا جدا، والأخصائيين كمان ما شاء الله بالنسبة للأخصائيين ممتازين جدا، والإدارة برضو ما شاء الله ربنا يبارك فيهم، واهتموا بعيالنا جدا جدا جدا. عظيم. الخدمة هنا مجانية تماما. اه طب هل بتتلقي خدمات أخرى من الجمعية هنا من رسالة؟ في حاجات تانية كتير، أنشطة تانية، بتتعاملي معاهم إزاي؟ في بناخد سباحة، بتتعلم سباحة، وكان في الحركي بتتعلم اللي هي بتمسك الكرة بإيديها ترميها، والسباحة فرقت معاها كتير جدا بالنسبة لعضلاتها وبالنسبة لحركاتها، فرق معاها كتير جدا. عظيم جدا، وكل الخدمات هنا مجانية تماما. اه طيب التطور حسيتي تقريبا كده بتقديرك كأم، يعني كم من كام في المية لكام في المية؟ لا هو بصراحة فرقت 100%. 100%. اه طيب الحمد لله. ما كانش في يعني ساعات كانت جايه ما كانتش بتتكلم غير كلمات بسيطه جدا، ما كانتش تعرف اي حاجه عن تنميه المهارات النهائي خالص. ربنا يبارك فيهم يا رب. الاخصائيين علموها حاجات كتير جدا. عظيم جدا. طيب ننتقل بقى للاخصائيه هنا، تعرف على حضرتك ميس وفاء. ميس وفاء عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي بقى عملتي ايه مع سعاد؟ بس سعاد الاول كنا شغالين معاها برنامج نمائي بيهيئها الاول للحياه وينمي بعض الجوانب في شخصيتها، بعد كده اتطورت فيه ما شاء الله، دخلنا بقى على برنامج اكاديمي وبدانا نشتغل معاها حروف وارقام وبقت كويسه. يعني انت في سنه كام؟ سنه تانيه. سنه تانيه؟ اه شاطره؟ اه احنا شغالين معاها كي جي 1، يعني عشان هي لسه متاخره شويه، فاحنا شغالين معاها كي جي 1 في الاول. طب انت بتحبي ميس وفاء؟ اتفق. تحبيها؟ اه حبيه. وهي كمان بتحبك. طب بتحبيني؟ اه حبيني. وانا كمان بحبك. طيب هي بتحتاج تيجي قد ايه في الاسبوع؟ هم حاطينها جلستين في الاسبوع بس، يعني يبقى فيه تكثيف يبقى احسن، يعني هيجيب نتيجه اسرع. يلا بينا بقى مامة سعاد. بتقولك عايزين تكثيف اكتر من كده. اه ان شاء الله خير. تجيبيها بقى اكتر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقكم. شكرا ليك. لسه مع حضراتكم مشاهدينا من داخل جمعية رسالة، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي بتهتم جدا بالأطفال ذوي القدرات الخاصة. وتعالوا بقى نتعرف على تجربة أخرى، يعني نتعرف على حضرتك. لمياء سعيدة، أخصائي تنمية مهارات في جمعية رسالة. طيب أستاذة لمياء، بتعملي إيه هنا تحديدا في الجمعية؟ تنمية مهارات عاملة إزاي؟ يعني انا مثلا الطفل بساعده، ممكن يجي للطفل ما يكونش مثلا عارف يمشي، فانا بحاول اساعده ان هو يمشي. وتنميه مهارات مشتركه مع الوظيفي، مع التخاطب، مع السايكوموتر، فيعني هي تعتبر حاجه مشتركه ما بين كل المجالات اصلا. تمام. بس فانا بساعده ان هو مثلا يمشي، ان هو مثلا يكون بازل زي اللي حضرتك شفتيها، بعرفه ارقام، بعرفه حروف، اهله ان هو يقدر يدخل المدرسه. عظيم جدا. تلمستك بقى. اه اسمك ايه؟ مكة. زيك يا مكة. الحمد لله كويسة. الحمد لله. اتعلمتي ايه هنا مع ميس لمياء؟ الف ب ت س ج ح خ ت س ر. ايه ده الجمال ده، شطورة قوي. انت عمرك كام سنة؟ 5 سنين. 5 سنين لسه ما دخلتيش المدرسة؟ لسه. تدخلي المدرسة السنة الجاية؟ اه. انت هتدخلي المدرسه كل الناس هتقول ايه ده مكه شاطره قوي. طب قولي لي بقى صوتك حلو. اه تعرفي تغني ايه؟ قمرون. طب ما تغني لنا حاجه كده.
قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وشمين 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 سيدنا النبي وشمين قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وشمين 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 سيدنا النبي وشمين. ايه الشطاره دي؟ سقفول شطوره قوي، صوتك جميل قوي. تطلع ايه لما تكبر؟ حكومه. هتطلعي ظابطه؟ شطوره. طيب حضرتك والدتها؟ ايوه. تعرف على حضرتك؟ ياسمين سيد. طيب مدام ياسمين، قولي لي بقى جبتيها امتى؟ احكي لي الرحله كده هنا مع الجمعيه. بصراحه كانت اكتشفت ان هي ما بتتكلمش في سن سنتين ونص، فابتدوا بقى يعني صحابي وكده قالوا لي وجهوني ان انا اجي الرساله. فما جيت بصراحه لقيتهم استقبلوني استقبال كويس، لقيتهم بيتعاملوا مع بنتي ان هم يعني واحده منهم، فكانوا بيتعاملوا معاها كويس جدا وخدوها تخاطب وخدوها مهارات وموسيقى ومن سوري، فكل دوت كانوا بصراحة كلهم متعاونين معاها هنا وتعاملوا معاها كويس. في أي أنشطة أخرى أو حاجات كده تانية مكة اشتركت فيها في الجمعية؟ لا هو لسه بصراحة. بس هم كل حاجة بيكتشفوها فيها أن هي محتاجاها هم ما بيتأخروش عنها، فبصراحة عملوا معهم مجهود جامد. الخدمات هنا كلها مجانية؟ آه. تيجي هنا إزاي؟ باجي أنا من هنا أساسا. مش ساكنة بعيدة عن الجمعية يعني؟ لا أنا ساكنة هنا في المقطم، بس في يعني أصدقائنا التانيين بيجوا من أماكن بعيدة، فبيجوا بصراحة بيتعامل معهم فوق الصح. يعني أنت اتعرفتي على الجمعية من أصدقائك أو جيرانك؟ فكانوا بيقولوا لي يعني على الحاجات اللي هم بيعملوها العظيمة اللي هنا، وأنا جيت وقلت أجرب. فكنت بصراحة الخطوة كانت صعبة شوية، بس هم هنا بصراحة يعني مهدوا لي كل حاجة كويسة، وإن أنا أخش بقلب جامد وإن أنا أتعامل مع بنتي، وكانوا هم على طول بيوجهوني أتعامل كمان معاها إزاي في البيت. أنتي بتقولي صعبة، ليه الصعوبة بقى لوجهتك؟ يعني أنا كنت فاقدة الأمل إن بنتي ممكن تتكلم بصراحة، لأن ما شاء الله بتغني. الحمد لله يعني فضل من عند ربنا، وبصراحة هم ما تأخروش عننا في حاجة. الحمد لله. مبسوطة يا مكة؟ مبسوطة قوي؟ طب انا عايزاكي تبقي شطوره بقى في المدرسه عشان ماما تفرح بيكي. ماشي. ميس لمياء. ماشي. انتي بتحبي ميس لمياء؟ طب عايزاكي بقى تفرحي كل الناس كده وتبقي شطوره في المدرسه السنه الجايه. ماشي. اتفقنا؟ اتفقنا. شكرا. معانا دلوقتي حالة أخرى لطيفة جدا، والحقيقة حظت باهتمام كبير من جمعية رسالة إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهنشوف بقى اتطورت وبقت منين ووصلت لفين. نتعرف على حضرتك؟ سلمى. سلمى، حضرتك متخصصة هنا في التطوير بالظبط. طيب تطوير المهارات بيتطلب مجهود معين وطريقه معينه للتعامل مع الاطفال، اشرح لنا كده بتعملي ايه؟ بصي، هي اول حاجه هتكلم بخصوص هنا، يعني هنا كانت جايه اشتغلنا معاها الاول برنامج نمائي اللي هو ساعدها ان هي تتعرف على جوانب في شخصيتها، زي تتطور في شخصيتها، يعني مثلا زي اللغه، الحركي، المعرفي. اما هي خلصت البرنامج ده وخلاص بقت طورت فيه خلاص وقفلته، اشتغلنا بقى بعدها البرنامج الاكاديمي. الاكاديمي ده هي مفروض في سنه اولى وراح سنه تانية، بس هي عشان عندها صغر جمجمه فهي لسه يعني لازم نشتغل معاها يعني برنامج قبل. فاشتغلنا معاها برنامج كي جي 1 اللي هي خلصت كل الحروف فيه وخلصت كلها، ودلوقتي بقى شغالين معاها حروف بالاصوات. عظيم جدا. ومتطوره بقى؟ متطوره جدا. جايبه كل الحروف ودلوقتي خلاص خلصناها، وجايبه بقى هنشتغل بقى دلوقتي حروف بالحركات. طيب عظيم. ازيكي هنا؟ الحمد لله كويسه. اتعلمتي ايه؟ كويسه. اتعلمتي الحروف؟
شاطرة؟ كل صحابك بيسقفوا. أكتر حاجة تحبي تعمليها هنا إيه؟ تحبي مس سلمى؟ قد إيه؟ كتير. كتير قد إيه؟ قد كده؟ ولا أكتر؟ أكتر. أكتر؟ طيب كويس، نتعرف على حضرتك؟ مدام مولاي. حضرتك والدة هنا؟ أه. طيب التجربة كانت عاملة إزاي مدام مولاي؟ هو انا كنت جايه لهم بصراحه هنا المركز، كانت هنا يعني عندها سنتين ونص، ما كانتش اصلا انا مامتها ما كنتش بفهم هي تعبيراتها، هنا الحمد لله وصلوها انها بقت بتتكلم ومبتدينا من كلمه لجمله لانها تعتمد على نفسها كمان، بغض النظر بقى كمان عن الحروف والحاجات دي، بقت تعتمد على نفسها، تلبس نفسها، تغسل وشها، يعني تتعامل حياه شخصيه حتى في المدرسه للاطفال اللي زي كده. انا ما حاولت اني ما اوصلهاش ان ادخلها فكري مدرسه فكريه، دخلتها دمج بحيث انها تندمج مع الاطفال الطبيعيين، فبصراحه هم هنا اللي خلوني قدرت اوصل بيها انها تخش دمج مش تخش مدارس فكريه. الجلسات هنا طبعا بقالي معاهم اكتر من 5 سنين بصراحه، فانا كنت جايه بنتي ما كنتش بفهم، ما تقولي اشرب او اكل الوقت، انا بنتي بتعرف هي عايزه ايه بتتكلم مع الناس. ده شيء عظيم جدا. كل الخدمات هنا مجانيه؟ اه. مدفعش ولا جنيه؟ لا 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 خالص. طيب الحمد لله. انت بخبرتك كأم حاسة بقى ان تقريبا التطور قد ايه؟ هنا ناقصها ايه؟ في حاجة اي حاجة تانية ممكن تكون ناقصاها؟ نتكلم كل مؤسسات التحالف هنا مدام ولاء يعني الحقيقة بتتحد مع بعض وبتتناغم مع بعض لخدمة المواطن، فقولي لنا كده في ايه تاني ممكن تكون هنا محتاجة له؟ لا والله هو بس هي الحمد لله ان انا استمر الخدمات زي كده وبالصيغه المجانيه دي لحالات كثيره زي هنا، هيوصلوهم انهم مش هيبقوا عبء على الدوله، بالعكس هيبقوا مندمجين ويقوموا بادوار برضو، يعني حتى لو هم مرضى عندهم قصور في حاجات بس لا يعني ما يبقوش مهمشين. مع الوعي مع اهتمام القياده السياسيه متمثله طبعا في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بده بشكل خاص جدا وبشكل مهني جدا، فنظره المجتمع مع طبعا توعية من حضراتكم هنا في الجمعية وحضرتك كأم نظرة المجتمع بتتغير؟ لا، ان الموضوع اختلف تماما عن الاول، كان الاول بنزور لهم ان هم عبء على، لا الوقت فعلا سياسة البلد والمعاملة الناس فهمت بقى في وعي ان هم ما بيبقاش فيه تنمر، حتى الاول كان بيبقى فيه تنمر عليهم، فالوقت ان البنت ان انا مدخلها مدرسة عادية ده انا شايفة ان ده كرم كبير من ربنا برضو، وطبعا بمساعدة الدولة ذات نفسها. أنا بشكرك جدا يا مدام ولاء وبشكرك جدا كمان يا أستاذة سلمى، شكرا جزيلا وشكرا جدا 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 للجميلة هنا. أنا عايز أشكر بقى بعد إذنك، أنا عايز أشكر جمعية رسالة والجمعيات اللي زيها، إن هم فعلا يعني الأطفال دي هم حاجة كنز في البلد، مش حاجة مهمشة، فربنا يبارك لهم ويزود يعني يزيد منهم يا رب. شكرا يا هنا، اتبسطنا جدا إن احنا معاكي النهاردة. شكرا لحضرتك. شكرا شكرا. أنا بشكرك. تنمية المهارات للأطفال ذوي القدرات الخاصة إحدى أهم أولويات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وإحنا النهاردة الحقيقة بنخص بذكر جمعية رسالة بجولتنا داخل الجمعية، وعشان نتعرف كمان أكتر وأكتر لينا لقاء مع الأستاذة. نتعرف عليك أستاذة فايزة نبيل. ازي حضرتك استاذه فايزه؟ الحمد لله بخير. حضرتك متخصصه هنا في تنميه مهارات؟ اه تمام. طيب اشرحي لنا اكتر كده بتعملي ايه؟ هو طبعا كل حاله ليها الشغل بتاعها والبرنامج بتاعها، كل طفل بيجي بنعمله الاول تقييم، ومن خلال التقييم ده واختبارات الذكاء طبعا بيتعمل لهم اختبار ذكاء، بعد كده بنعمل لهم تقييم، من خلال التقييم ده بنحط لهم برنامج وبعد كده نشتغل على البرنامج ده. عظيم جدا. طيب انتوا يعني في طفل ممكن نقول هناخد الطفل ده وطفل لا؟ على حسب الشغل يعني الاختبار الذكاء بتاعهم ممكن يقولك هتستجيبي معهم او الشغل بتاعهم ايه، الحركة بتاعتهم ايه، هيستجيب منك ولا لا. ما استجابش مثلا في تنمية مهارات ممكن يبقى ان هو محتاج حركي، ما يبقاش محتاج حركي وظيفي منتصوري، بس يعني كل واحد ليه الشغل بتاعه. وفي اطفال بتدخل في جميع الشغل، يعني بياخد تنمية وتلاقي بياخد تخاطب، على حسب الحالة نفسها ايه.
عظيم جدا. التوعية اللي بتقدموها للأهالي الأمهات والأباء لدمج الأطفال داخل الأسرة داخل العائلة داخل المجتمع، متمثل طبعا في المدرسة في العيلة بشكل عام، التوجيهات دي بتبقى عاملة إزاي؟ هما بصراحة كل حالة بيحضر معاها ولي الأمر جلسة كل شهر أو كل شهرين، فبيشوفوك انت بتتعاملي معاهم ازاي وبتبتدي تقولي لهم حسب البرنامج هيشتغلوا معاهم في البيت ازاي، وبيبقى في استجابة منهم طبعا لأن بيبقى عليهم دور كبير جدا في البيت ان هما يستمروا معاهم في الشغل ده عشان التقدم يحصل. طب ايه أكتر صعوبة بتقابلك بقى؟ ولحد دلوقتي ممكن نقول في حالات اللي هما الفرط الحركة أو الأوتيزم، بس يعني مش صعوبه، بس بتلاقيهم ان هم محتاجين ان هم يتحركوا كتير ويحتاج منك انت مجهود اكتر. بالظبط. تمام يا استاذه فايزه، تلمستك دي صح؟ فريده. اسمك ايه؟ فريده. ازيك يا فريده؟ كويسه الحمد لله. تعملي ايه هنا؟ باخد جلسات. تعملي ايه في الجلسات؟ بتشتغلي. طب ايه اكتر حاجه حبيتيها هنا؟ تحبي تعملي ايه بقى، التلوين اكتر ولا كتابه ولا ايه؟ دي ودي. بتحبي التلوين؟ ترسمي حلو؟ ايه اكتر حاجة انت شطورة فيها بقى الناس بتقعد تسقف لك فيها؟ ما باجي اغني. بتيجي تغني؟ ده ايه الجمال ده؟ طب ما انت هتغني بقى دلوقتي، ايه رأيك؟ ماشي. غني لنا اغنية. هو في كله في كتير. غني الاغنية اللي انت بتحبيها. وانا مكتوب على وشي تعال اجرحني وامشي، طب اكلم مين يلحقني واصرفها منين، معلش اختياراتي مدمرة حياتي اختياراتي مدمرة حياتي ليه مغناطيس لناس غريبة لي. شطورة قوي يا فريدة. شكرا لك يا فريدة وصوتك جميل قوي. انت عايز تطلعي لما تكبري؟ مغنية. مغنية؟ يلا شدي حيلك بقى عشان تعملي حفله كبيره وكلنا نيجي نسقف لك. ماشي اتفقنا. حضرتك والدتها؟ انا والدتها. اسم حضرتك؟ اسمي هبه جمال. طيب مدام هبه، احكي لي رحلتك بقى مع فريده هنا في الجمعيه. انا بشتغل في رساله من 15 سنه، ولما ربنا رزقني بفريده اكتشفت ان هي وهي سنه ونص عندها ضمور عضلي. ما كنتش عارفه يعني ايه ضمور عضلي، ما كانش حد في مصر كتير يعرف معلومات عنه. بعد كده بدات اعرف ان علاجه ملوش علاج في مصر غير في امريكا، والعلاج بتاعه ده يعني الجرعه الواحده 34 مليون جنيه، يعني ميزانيه مستشفيات. فلقيت ان الحاجه البديله اللي احنا نقدر نحافظ على عضلات جسمها الى ان شاء الله ربنا ييسر الحال ويتوفر علاجها سواء في مصر او حد يتولى حالتها وتسافر بره. فبدانا معاها جلسات بتاخد علاج طبيعي، فريد ما ينفعش توقف علاج طبيعي، ما ينفعش توقف جلسات العلاج الوظائفي، لان كل عضله لازم تكون تفضل شغاله. العضله اللي هتقف خلاص مش هنعرف نرجعها تاني. فطبعا انا من ساعتها وان هي سنه ونص وهي موجوده هنا في المركز، هي ما شاء الله دلوقتي عندها 7 سنين. فبس بشكرهم كلهم طبعا، جلسات كتير، تنمية المهارات أصلا هي بديل للمدرسة، لأن فريدة طبعا عندها صعوبة في الحركة، فإننا نروح مدرسة هي أصلا في المدرسة اوريدي متسجل اسمها، تروح ساعة الامتحان بس ما بتقدرش تحضر دراسة. أنت بتوديها على الامتحانات بس؟ على الامتحانات بس، لأن هي طبعا المدارس بيبقى مش تقدر تطلع سلالم، مش تقدر تنزل سلالم، ففي عندنا أزمة. فهم هنا ما شاء الله فريدة دلوقتي بتقرأ وبتكتب وبتحسب وداخلة في منهج سنة تانية من وهي عندها 6 سنين. بتغني. وبتغني. فنانة جميلة. وبتغني. فربنا يكرمهم يا رب، هو لولا الجلسات هنا لولا ان احنا قادرين نعيش بقى. طيب فريدة احنا هنستناكي في حفلات كتيرة وهنستناكي تبقي احسن واحسن واحسن بامر الله. مشاهدي اهل بلدنا في كل مكان، بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. زي ما تابعنا انشطة التحالف الوطني اللي دايما بنتابعها في برنامج اهل بلدنا، النهاردة كنا معاكم في جمعية رسالة ذوي الهمم، اثبتوا انهم عندهم قدرات خاصة ويستحقوا مننا اهتمام خاص وحب خاص. إلى أن نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، أهل بلدنا اطمئن أنت في مصر.